ああ。<noise> الحمد لله مشينا جبنا الكاميرا الجديده ديالنا اللي هي كانون ار 6 كما كتشوفوا هي هادي غادي نديرو الانبوكسين غادي نشوفو شنو كيجي كي فيها واخا تقريبا معروف شنو كيجي كي فيها حيت هي شي شويه مبدله على شنو كيكون مثلا في الكاميرات ديال سوني ولا فيجي وحنا غادي نشوفو دابا هادشي نخليو هذا من بعد دونك سيدي اول حاجه بطبيعه الحال هما الكتب اللي ما كنقراوش ولكن صراحه يكون فيهم شي حاجات اللي ما كنكونوش عارفينهم في الكاميرات ديالنا واللي كيقدروا يعاونونا ولا شي حاجه اللي تقدر تكون زوينه وحنا ما عارفينهاش في الكاميرا ديالنا غير هو راه ولاو كيديروا مثلا في السيت ديالهم فيرسون الكترونيك مثلا بي دي اف اللي دي كتقدر دير فيه نيشان كونترول اف وكتمشي تقلب على انت شنو باغي تشوف واش كاينه في الكاميرا ديالك ولا لا حسن ما تقص قراءه هادشي بالوريقات وتقلب وداكشي ما عليناش كاين عندك سيدي الباتري اللي صراحه كانوا في هاد الكاميرات الاخرين ديالها سواء اكس 6 اكس 5 ولا اكس 3 ماشي بحال الكاميرات الاخرين ميرورليس اللي قلت لكم كيكون فيهم الباتري شويه ما كيصبرش حيت لاطاي ديال الكاميرا كتكون صغيره داكشي اش كيديروا باتري صغيره وما كتصبرش بزاف لا باش تصور بها سواء تصاور ولا فيديوهات هذه دايرينها شي شويه كبيره المهم ماشي بحال الكاميرات ريفليكس اللي عارفينهم بحال 5 دي 3 ولا 4 ولا سيستم 2 زيد اللي كيكون عندهم الباتري فريمون كيصبر بزاف والحاجه المزيانه اللي كديرها كانون هي كتعطيك معاها لايبي فين كتشارجي البطاريه ديالك هاد القضيه هادي ما تيديروهاش سوني ما كيديروهاش فيجي ما عرفتش علاش الصراحه حيت كاين شي شويه عيان انك تبقى تشارجي البطاريه ديالك في الكاميرا داكشي بيزار بالنك فين شنو يعني انت لا كنت مثلا عندك غير بطاريه واحد خصك تبقى تحط خصك تبقى تحط الكاميرا تشارجه باش يتشارجا البطاريه ديالها وحنا عارفين ان البريزات كيكونوا فشي بلايص اللي تقرو كانوا معدمين شي شويه وهاد القضيه هادي خايبه يعني خاصك تمشي نتايا وتشري هاد اللعيبه هادي باش كتشارجي الباتري اللي كتقدر توصل بين 60 اورو و 100 اورو تكون مرات اكثر يعني كيزيدوا عليك المصروف على والو اما كانوا لك هادي حاجه, مزيانة حاجة مزيانة بالنسبه للباتري تساوي نحلوها ها هو وكي معاه الكاش ديالو اللي كيحمي دوك السنان باخا هتقسنوا شويه من بعد كاين البريزبياشور ديال هذاك اللي كتشارجي به الباتري ها هي بعد هذه هنا السنطة شي حاجة عادية كل الكاميرات كي ديروهم وزيد البواتي هاتش اللي كاين هلا سيدي هاتش بسم الله وهذا هو البواتي ديالنا صراحه فاش هاد الكاميرات الاخرين ديال ديال كانون واخا ميرورليس ولاني كتحس بهم بحال اللي شاد شي كاميرا ريفليكس كبارين ماشي عاوتاني غادي نرجع للفوجي وسوني وشوف <applause> شي شويه لهاد الزاج اللي كيديروا واحد الكاميرات صغارين شي شويه والشده ما كتكونش مرتاحه والاكثريه فاش كتركب مثلا دي زوبجيكتيف اللي كبارين بحال 24 70 ولا 70 200 كتحس بالوبجيكتيف ضعيف قدام كتحس بلوتو بالكاميرا ضعيفه قدام الوبجيكتيف ما كيكونش واحد ليكيليبر واحد التوازن لي فاش كيكون الوبجيكتيف ثقيل اما هاد الكاميرا ديال كانون مؤخرا بحيث كانوا هما ديجا بداو الميرورليس في كانون ار و ار بي حتى هما كان الحجم ديالهم شي شويه صغير ولكن دابا ولاو كيديروهم شي شويه كبار و غوبوست مزيان واحد الجويستيك هذا كانوا ديجا دايرينو في كاميرات قبل مثلا في 5 دي مارك 4 ولكن كانوا حيدوهم في الاخ ودار واحد اللعيبه وبزاف الناس اللي زعما لي فوتوغراف اللي كيخدموا كي بكانو ما عجباتهمش هذيك القضيه ديكو ردوا جويستيك في في هذه الكاميرا تاعها اللي كتعاونك انك تفوكس على شي حاجه زعما كتبقى تمشي كتبقى تلعب هذاك المربع ديال الفوكس على حساب فين انت باغي تفوكسي سواء كتقيس في ليكرون كتبقى تقيس غير بعدا بالنسبه للناس اللي كيصوروا من من الفيزور بالنسبه للكابتور ديالها هو فول فريم بحال كاميرات إر بي ولا إر كاع هادو كلهم فول فريم كان دارت ميرورليس ا بي اس غير في, اه في اه ام سي كونت و ام سي كونت جو بونس فيها ال1 و2 وكما كتلاحظوا بحال ديجا كنت قلت لكم حاجه كاينه في الميرورليس هي فاش كتبغي تبدل لوبجيكتيف كاينه العين ديال الكاميرا كتعرضنيش على الغبره ولا ما نعرف شي حاجه اللي تقدر اه توسخها دونك دابا شنو ولاو كيديروا كيديروا واحد الريدو اللي كيسد اه كيسد فاش كتجي تبدل لوبجيكتيف كتقدر ديزاكتيفيها ولا تاكتيفيها على حسب مي هما دايرين باغ انها كتسد على العين باش هكا ما تدخلش الغبره ولكن عمرك تزعم وتقيس هنايا بحيث من موراه نيشان كاين العين ديال الكاميرا و الا قصيه وقاص العين ديال الكاميرا نصدقوا شي ما درناه والكاميرا ما بقات تقريبا صالحه لوال بالنسبه اللي غادي بقيس هو علاش عاود رجعت للكانون من بعد ما كنت كنضرب بزاف على فوجي لا في انستغرام لا في فيديوهات هنا في يوتيوب وكنت كنقول عليها ماركه مزيانه وكلشي وهي اللي كنصور بها دابا أه حاجه وحده في فوجي ماشي حاجه وحده كاينين حاجات عندك الحاجه الاولى هي انهم كاع آه جاء الكاميرات ديالهم عندهم الكابتور ا بي اس اي ولا مويان فورما واحد لا طاي اللي كبيره على اللي كبيره على الفول فريم و أنا ما كنقولش زعما ا بي اس خايب ولكن كاينين شي حالات اللي مثلا دي زوبجيكتيف اللي كنت كنخدم بهم مثلا 50 ولا 35 فاش كنجي نصور شي فيديو اللي اللي غادي يكون الريزولوشن ديالو 4K أو 60 فريم بار سكوند كي كروبي لي شي شويه ديجا هو كابتور صغير يعني ما خاصك دي زوبجيكتيف غونط اونغول جو باش تصور على خاطرك وكيزيد هو يكروبلي يعني كيعذبني اكثر الا كنت فشي بلاصه مثلا في دار ولا فشي فشي صال اللي ما كيكونش عندي لي سباس انني نرجع للور وكنبقى نتعذب في التصوير وشي مرات هذيك القضيه ديال مثلا واخا في الزنقه هذيك القضيه ديال فاش كتبقى ترجع للور كيبقى يولي هذاك السوجي اللي كنتي باغي تصوره كيبقى يبان شويه الحجم ديالو صغير وزيد هذاك الفلو اللور اللي كنتي باغي مثلا هو علاش داير الفيلم مثلا الا كنت باغي تصور شي حاجه سينيماتيك وكنتي المهم كنتي في الدوق ديالك باغي دير هذاك الفلو من اللور فاش كتبقى ترجع اللور كيبقى ينقص دونك القضيه هذه كانت كتعذبني شي شويه وما كانتش كتعجبني زيد حاجه اخرى على الكاميرات ديال فوجي انهم كاع لي يعني زوبجيكتيف ديالهم هما زواونين صراحه من ناحيه الكاليتي من ناحيه الشاربنس كلهم زعما لوبجيكتيف الرخيص كتبقى الكاريتي ديالو زوينه ولكن كلهم غاليين الرخيص فيهم كيبدا بديك 4000 درهم 5000 درهم هذيك كنهضر على القليله في الجديد ما تلقى زعما شي حاجه اقل من هذا الثمن هذا اما كانون كيقدر يبدا لك لوبجيكتيف في الجديد كتقدر تبدأ من 100 اورو زعما 1000 درهم 1500 2000 2500 وعاد عندهم بزاف ديال لي زوبجيكتيف زعما كاين شوا بزاف كتلقى مثلا كيبدا من كيبداو من 8 كيقدر دابا مؤخرا خرج واحد الكونطوغل بزاف ما عرفتش واش كيبدا من خمسة ولا ما نعرف كيصور 180 درجه عندهم تقريبا بزاف ديال لو شوف لي زوبجيكتيف وكما قلت كيبداو كيكونوا رخاصين شي شويه وعاد زيد كاينين ماركات اخرين بحال تامرون ولا سيغما اللي كيصابوا لي كي زوبجيكتيف ديال كانون كيكونوا رخاصين ب 50% وهادشي باقي كنهضروا على الثمن الجديد عام في البونوكازا فراك كتلقاه بزاف وكيقدر يبدا الثمن من 50 اورو ولا نقدر نقول اكثر 400 درهم 500 درهم 600 700 1000 1500 وكي كيكون عندك سهل انك زعما تقدر تقاد تشري دوت زوبجيكتيف اللي غتحتاجهم مثلا في شي خدمه واحده اخرى اما فيجي وحتى سوني حتى سوني عندهم لي زوبجيكتيف غاليين بزاف وكما كنهضروا اكثر هي في جديد سوني بعدا شي شويه حتى هي راه كيخدموا لها سيغما وطامرون كيخدموا لها لي زوبجيكتيف ديالها اللي الا بغيتي تاخذ مثلا اوبجيكتيف ارخص على سوني وتقريبا نفس لاكاليتي ولكن الحاجه اللي كتصرعها فيجي زعما وشابو ليهم هو انه مثلا ناخذ مثال ديال الكاميرا اكس تي 3 اللي كانوا شراوها زعما شحال هذه كانت كتصور 4 كا ولكن ما كانش فيها 60 فريم بار سكوند دونك فاش جات خرجت الاكس تي 4 خرجت بال 4 كا و60 فريم بار سكوند دونك هذوك اللي كانت عندهم اكس تي 3 تيقول لك واش شنو دابا واش انا خاصني دابا نزيد فلوس ونمشي نشري كاميرا باش تكون عندي هذيك لوبسيون نبقى نصور ساينا ب 4 كا 60 اف بي اس وداك ما تروجيش الكلام زعما بلا ما تصدع راسك ولا تضيع فلوسك ولا داكشي غادي نديروا لك الميزاجور الكاميرا ديالك اللوجيسيل اللي فيها انها غتولي حتى هي كتصور 4K و60 فريم بار سكوند هاد القضيه هادي ما غاديش ديرها لك لا سوني كانو, لا كانون نيكو, لا نيكون هاد مي ديريكشن يقولك بغيتي هاديك لوبسيون سير شري الكاميرا جديده باش تكون عندك هاد القضيه هادي انا في الاول ما كايش كيحسابني ان مثلا اللوجيسيل هو اللي كيحكم فيها كنحسابني زعما شي حاجه ميكانيك هي اللي كتخليك تصور مثلا بفريم كتار 60 120 ولا 240 القضيه هذه زعما بلوس كبير للفوجي والسؤال بالضبط هو علاش اختاريت r 6 اول حاجه بحيت لا مارك كانون كانت هي الماركه الاولى اللي كنت خديت من عندها الكاميرا ديالي 1200 دي كان كيجيني كانت كتجيني كي زعما ماشي كومبليكي في الخدمه ديالها كل شي باين اي حاجه باغي بغيتيها كتلقاها أه داكشي ماشي كومبليكي بحال الكاميرات ديال نيكون خدمت بهم بزاف ولكن عند شي صحاب دياوللي اللي كنت كناخذ عندهم الكاميرا وكانت كاتجيني شي شويه معقده ما نعرف كنت لك ساعه كنت مبتدئ وباقي تقريبا مبتدئ يلاه كنا كنتعلموا دونك كما قلت لك اول حاجه هو كانت كتجيني كتجيني سهله في الخدمه ديالها وكل شيء كل شيء باين زيد هي موجوده في السوق بزاف بالنسبه للي زوبجيكتيف ديالها كما انا ديجا شرحت يعني الا كنت باغي تاخذ شي حاجه بون اوكازيون بحيت لي زوبجيكتيف كان نقدر ننصحك انك تقدر تاخذهم بون اوكازيون حيت القضيه دي ديالهم زعما سهله ما يقدرش واحد يقول بك كتشوف ليطا ديالهم واش فيهم شي وساخ ولا لا واش مضروبين ولا لا كتجرب لوطو فوكس واش خدام ولا لا واش الا كان لوبجيكتيف ستابيليزي تا كتجرب واش ستابيليزي وصافي ما زعما ما عندكش منياش تخاف من بعد ماشي بحال الكاميرات تقدر تبان لك خدامه ومن بعد يقدر يكون فيها شي مشكل اللي ما تقدرش تشوفه في ديك الوقيته وانت غادي تشري الكاميرا ديالك بالنسبه لي حيت هاد الكاميرات ميرورلس جداد ديال ديال كانون ماشي نفس لا ديال الكاميرات تريفليكس يعني الا بغيتي تخدم بلي زوبجيكتيف القدامين خصك تشري واحد لادابتاتور اللي تا هو شريتو هو هذا اللي كيدير تقريبا 1500 درهم المهم بين 1000 1500 درهم تقدر تشوف هذا الشريه بون اوكازيون كاينين ماركات اخرين حتى هما اللي كيصابوا كيكون ارخص اكثر ب 600 درهم 500 درهم مي من الاحسن الشريه ديال كانو وانت شركه كاميرا جديده دونك شي حاجه جديده هكا كتخدم لوبجيكتيف ديالك زعما دوك لوبجيكتيف القدام تخدمهم في الكاميرا الجديده الجديده ديالك بلاص ما تمشي تشري دي زوبجيكتيف جداد حيت خرجوا دي جداد على حساب هذه الكاميرات ميرورليس ولكن غاليين بزاف بيان سور غتكون الكاليتي تحسن، وغادي تكون الكونيكسيون ديراكت مع البواتي اللي يعني غادي تخلي انا مثلا بحال الفوكس يخدم احسن الا كان مثلا شي ادابتور اللي يقدر شي مرات يكون شي مشكل ديال الكونيكسيون مي ما كنظنش هاد الساعه دي عمري زعما كنت كنتفرج في لي ريفيو عمري شفت شي واحد ذكر هذا المشكل من غير الا خدمتي بشي مارك وحده اخرى ديال ادابتور ماشي كانو درتي ماش كاينين شي ماركات اخرين مشات ليا سمياتهم جو بونس سيغما تاهي كدير كدير هاد القضية هادي كتصاب لي زاداباتا ما كتصابش غير لي زوبجيكتيف ممكنين كاينين وحدين اخرين وغادي نرجع نكمل علاش اغ سيس بحيت بغيت كاميرا فول فريم ما كنقولش ا بي سي عيانة ولكن فول فريم كتبقى احسن كيما شرحت القضية ديال ديال ان ما كيكونش عندك لكن لي سباس الا كان عندك شي اوبجيكتيف اللي بحال 50 ولا 85 اللي مثلا في البلايص اللي مسدودين ما غاديش تلقى لي سباس كافي باش تصور هذاك السوجي ديالك مثلا بورتري ولا دي برودوي ولا شنو شنو ما بغيتي هذه القضيه الاولى القضيه الثانيه بطبيعه الحال فاش كنقولوا فول فريم يعني انه كيدخل الدكتور بحيث الكابتور كبير ماشي بحال الابي اس كيكون صغير دونك الكاليتي كتنقص شي شويه ففي الوقيتات فاش كيكون الحال مظلام ولا فشي صال اللي مظلامه كاين اللي غايقول لكم بغيتي كانون كانون كون خديتي كانون ار بحيث كانون ار رخيصه كدير دابا شي 1700 اورو هذه كدير 2500 يعني فرق ديال 800 اورو اللي نقولوا 8000 درهم اغ القضيه اللي اللي ما فيها ولاني خاصاني ضروري اول حاجه هي الكاتخكا فيها غير 30 اف بي اس 30 صوره بار سكوند وزيد فاش كطلع الكاتخكا كدير لك واحد الكروب خيالي يعني داك الشيء كامل اللي حنا هربنا منه من الابيسي كنطيحو فيه في كانون اخ كتقدر تكروبي لك اكثر من ابيس يعني كتولي كتزير واخا يكون عندك شي اوبجيكتيف كونطونغل فهي كتبقى تزومي يعني ما غاديش تخليك تصور على خاطرك داكشي اللي باغي تصورو كيما بغيتي نتايا وديما كنهضروا على البلايص اللي مضيقين واخا كيما قلنا حتى في البلايص اللي مثلا كاين ليسباس فغات تبقى ترجع للور بزاف اللي قلت لك غادي ياثر على الريزوليوك اللي نتا باغيه وزيد على ان هذه عندها العين ديالها الكابتور ديالها ستابيليزي ستابيليزي ميكانيك زعما داكشي ميكانيك كي كيمشي على حساب الهزه ديال اليد دي يعني واخا انت كتزعزع شي شويه هو كيبقى ستابيليزي يعني بغيتي تصور فيديو ولا تصاور واخا انت يدك كتبقى تزعزع شي شويه هو كيخلي داكشي ستابل في الكانون ار حتى هو كاين حتى هي ستابيليزو لاني ماشي الكابتور لي ستابيليزي دايرين في لوجيسييل انت كتصور هو كي بحال اللي قلتي مثلا صورتي شي حاجه ومشيتي للمونتاج وقديتيها في بروميير برو لان داك ستابيليزاسيون ما كتكونش ديما مزيانه راه ما نعرف اللي ديجا مجربينها راه راه عارفيني علاش كنهضر كيكون هذاك الجناب انت فاش كتصور هذاك الجناب كيبقى كيبقى يديفورما شي مرات الى اكثر الا كان تزعزع بزاف وانت كتصور اما الا كنتي شويه كتعرف تصور كان غير شويه تزعزع وخا تطابليزي في المونتاج ما كيكون ما كيبانش داك الفرق وكيتطابليزا مزيان دونك هذه مستابليزي الكابتور يعني بالميكانيك ممكن ما قلت بحال اللي قلت كيدير واحد لي غوسول اللي ما كيبقاوش دغيا كي كيولي الكاطو غير ماشي كيتبع الهزه ديالي دي. يعني انت واخا كنزعزع شي شويه هو كيبقى كي راسي وهذا الشيء ما كنهضروش عليه غير في الفيديو ستابيليزاسيون كتحتاج حتى في التصاور شي وقيتات كنكونو محتاجين اننا نهبطو الشاتر سبيد باش يدخل الضو بزاف فمثلا مثلا في شي حالات اللي كيكون ما دخل لما ما ما كاينش الضو بزاف في شي صال مثلا شي عرس ولا شي حاجه وبغيتي تنقص الشاتر سبيد باش تصور وبلا ما تزيد في الايزو باش ما طيحش الكاليتي دونك هذيك القضيه الا كان سميتو الكابتور ستابيليزي فانتايا كتقدر تصور والتصويره تبقى شارب ونيت وما يبانش فيها تزعزيع اما الا كان ماشي ستابيليزي فتما كتقدر تشد لك لهزه ديال اليد كاين عاود اللي غادي يقول لك شريتي شريتي علاش ما خديتيش 5 اللي هي تقريبا غنقولوا بلوز او احسن من هذه اول حاجه ديما غنكون نهضروا على الثمن طبيعه الحال بحتاج كنشريوه كنشريوه بالفلوس كدير كما قلت 2500 اورو اللي تقريبا 2 مليون ونص لالاتهم احسن كنت دير هو اورو نقولوا 5 ديال المليون طبيعه الحال هاد الاثمنه هادو ولكن على ان هاد الفلوس هادو قدر من هنا شهر شهرين ثلاثة شهور الخدمه ديال التصوير فماشي مشكل بحيث حنا شارين هادشي الشيء باش يخدم علينا ماشي حنا نخدموا عليه دونك ماشي مشكل وهذاك ال 2500 اورو اللي زايده باش تشري ديك 5 غادي تقدر تشري بها جوج حتى ثلاثه ديال لي زوبجيكتيف اللي غادي يقدروا يخليوك تصور اي حاجه بغيتيها من بعد سواء دي بورتري سواء أه، مارش دي سواء تصور دي برودوي سواء لانسكيب المهم اي حاجه تقدر تشري زعما تقدر تصورها مثلا نعطيك دي زيكزامبل ديال هاد لي زوبجيكتيف مثلا تقدر تاخذ 24 70 وتزيد عليه 70 200 وتدير عليه شي برايم لانس بحال 50 ولا 85 ولا تاخذ 85 ماركو باش تصور به لي بوتراي لوطو لي برودوي وداكشي لي بطبيعه الحال تقدر تشري جوج من جديد بداك الثمن ولا تشريهم بون نوكازيون تشري شي ثلاثه بداك الثمن واخا هكاك نجيو نشوفو مثلا هذيك اير 5 شنو باش زايده على هذه اللي تخليني مثلا انا نمشي نحط ديك 2500 اورو مادام حنا كنهضروا على انفيستيسمون تما هذاك الانفيستيسمون اللي غادي نحطو مثلا 5000 اورو في كاميرا واش تسال داك الثمن واش غادي نخدم داك الشيء اللي جايبه هي جديد ولا لا اول حاجه والفرق الكبير اللي جايبه بهذيك اير 5 هو الويت كا يعني ما بقيناش كنهضروا على 4 كا ولا كنهضروا على ويت كا اول حاجه باش تصور بهذيك الريزولوشن خاصك واحد الكارت ميموار اللي غتكون مجهده في الكتابه انها كتكتب غير دوك لي دوني اللي كتصور وتكون لاطيه ديالها كبيره بزاف مثلا الا خدينا مثلا كارت نوار ديال انتيغا تقدر ما تصور لكش حتى فيديو ما كاملش ساعه دغيا غتعمر بحيث لا ريزولوسيون مجهده يعني ستوكاج غادي يعمر لك دغيا دغيا دونك هي اول حاجه دونك ويت كام غاديش تقدر تصورها سيبوزون سيدي عندك هاد الكارت ميموار هادي اللي غادي تصور لك في ساعه ولا اكثر وغتقدر على هاد الويتكا هادي واش عندك البيسي اللي غادي يقدر يمونطي لك هاديك الويتكا هادشي بلا ما نهضرو على بروميير برو اللي كل مرة انت كتعطي غير كتخكا و تيبقا يقولك حنا يحبس لك يحبسلك اشاك فوا دونك الويتكا عول انك ما عمرك تقدر تمونطيها حاجة وحدة اخرى هي حنا سيدي نتايا قدرتي تصور الويتكا وقدرتي تمونطيها وكلشي شكون هذا اللي غادي تصور اللي غادي تفرج لك بلوتو في هذيك الويتكا ديالك من ناحيه ديال لي كرون واش عنده لي غتقدر كما هي نورمالمون مم بحيث ميم 4 بزاف اللي مازال ما عندوش 4K كيبقى في HD وعاد كونيكسيون ديالها باقي HD مرتاح كتبقى تقطع 4 عاد ما غاديش تحتاجها نهائيا وما غاديش تصور, يعني غاديش تصور بها يعني علاش تزيد انت دابا باش غتكون عندك كاميرا زايده بالويت كام ثاني حاجه وهي هذه فيها غير 20 ميجا بيكسل كنقول 20 غير 20 حيت ما تنقولش ما تنقولش ناقصه حيت تخيل معايا فول فريم والكابتور يلاه مقسوم غير ل 20 مليون ميجا بيكسل يعني لا طاي ديال البيكسل غتكون كبيره اللي غتخليه يدخل الضو بزاف وغتخلي الكاليتي تكون طالعه وبالخصوص بالليل ولا بالبلايص اللي مظلامين غادي تقدر تقاد تدخل الضو ما غاديش طيح داكشي علاش هادي عندها 20 ميجا بيكسل اخرى خدا خن... 45 هذيك ليزو كتقدر توصل حتى ل 200 الف الاخرى كتقدر توصل غير ل 100 الف جو بونس ما خصني زي... نزيد نزيد نتاكد منه يعني هادي احسن فهاد القضيه هادي. ما تنقولش الاخرى اي ولكن الاخرى فيها 45 ميجا بيكسل ما عرفتش واش غتقدر تحتاج هاد 45 ميجا بيكسل من غير من غير الا كنتي بغيتي مثلا أه انت مثلا ماشي الا بغيتي ولكن الا كانت خدمتك كتصور وكتخرج تصاور في دي فورما اللي كبارين ولا كتبقى تكروبي بزاف كتزومي في التصاور وبلا ما تطيح لك الكاليتي هذه القضيه هذه تقدر نقول لك غتحتاج 45 ميجا بيكسل ولكن الا كنتي مثلا باغي هاد لي بيكسل اكثر ما مسلككش 20 فتقدر ترجع للكانون اخ اللي فيها تهيئة هي 30 ميجا بيكسل وغتكون لك كافيه بزاف باش دير هذيك الخدمه اللي بغيتي وبثمن رخيص يعني ها هي 45 ميجا بيكسل باقي حنايا ما كنحتاجو عشر والاكثر هي فينا كيصور دابا غير على ود لي بلاتفورم اللي كاينين دابا انستغرام فيسبوك يوتيوب لي 20 ميجا بيكسل كافيه بزاف كانت من الاحسن كون كانت مثلا 24 26 بحال سيستم مارك 2 ولا 5 5 دي مارك 3 جو بونس حتى هو فيها 26 ولا فيها 24 مبقيتش عاقل ما كانت غتكون احسن ولكن 20 حتى هي كتجيني كافيه بزاف حاجه واحده اخرى هي سيدي ان R5 فيها 4K كتصور فيها حتى ل 120 تصويره بار سكون حاجه مزيانه بطبيعه الحال ما غاديش نكرهوها ولكن كتجيني ان 60 كافيه باش دير سلو موشن اللي بغيتي 120 غتقدر دير سلو موشن احسن اكثر الا يعني كنتي كتصور مثلا نقولوا اشهارات ديال شي برودوي غادي غادي تحتاج هذيك تقوليه بزاف واخا كيكون داكشي كما تنقولوا زبده غتكون احسن ولكن اذا إيه كنتي مثلا باغي هذه القضيه هذه فتقدر مثلا تصور ب 60 ف 60 صويره بار سكوند 4K ولا كنتي محتاج هذيك ال 120 تقدر تهبط ل HD تصور هذيك اللقطه اللي كنتي باغي تصورها ب 120 وتعاود ترجع لل 4K وتلاقيهم وما كاينش المشكل بحيث هذاك اللي غادي يتفرج ما غاديش يقدر يقول لا هذه اللقطه هذه راه مصوره ب 4K لا هذه راه مصوره ب HD ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم وكاينين دي فيديوهات في يوتيوب اللي كيديروا هذه القضيه هذه اللي حاط لك فيديو فيه لقطات مصورين 4K ولقطات مصورين HD وشوف انت واش تقدر, تقدر, وش تقدر تفرق بيناتهم حتى دابا تقدر تمشي تشوف هذوك الفيديوهات وشوف انت واش قدرت تفرق بيناتهم يعني غاديش تحتاج نقدر نقول لك ما غاديش تحتاجها بزاف وماشي تستاهل انك تمشي تحط عليها 2500 يورو دو بلس ماك هذا الشيء علاش كتبان لي انا RX6 بهذا الثمن ديالها فيها كاع داك الشيء اللي غادي تقدر تحتاجوا لا في التصاور زعما تصاور لا في الفيديو وتبقى كاليتي مزيانه ومهم ما كاين زعما شي عيب اللي فيها هاد الساعه هادي بحال مازال ما كنزيد نكتشف اللي غادي يخليك ما تاخذهاش ولا اللي يخليك تاخذ الاغ ولا الاغ 5 المهم دابا راني جالس كنصور هاد الفيديو هادي ومعطوني ديك التكني باغي فوقاش نمشي نجربها ونصور بها باش هكا نخلي لكم تصاور جدادين في انستغرام الناس اللي ما متبعينيش ها هو انستغرام لا بقا نحط فيه التصاور ديالها كيفاش دايرين دونك طيب ما غاديش نطول عليكم الفيديو اكثر من هذا الشيء اللي طولت ونشوفكم في فيديو واحد اخر